واستقرارك، نفسيتك، سيكولوجيتك، هرمونات بدنك، جسمك مو مؤهل للصيام. الصيام يحتاج حالة من الاستقرار النفسي والجسدي، وهذا الاستقرار ما يتحقق إلا أن يكون الإنسان في بلده وفي مكانه. أما المسافر وضعه النفسي والفيزيولوجي والاجتماعي وغيره كله يتغير بالسفر، حتى في هذه الأيام حتى لو كان بالسيارة. بالنتيجة الضغط الجوي في كل منطقة يختلف، الإنسان من ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل الضغط الجوي يختلف، وضعه وهرموناته وجسمه أيضا يختلف، ضغط دمه يختلف وجسمه يختلف. احنا مو معلوم احنا نفسر بكيفنا التعب. الله سبحانه وتعالى قال المسافر لا يجوز له ان يصوم، ما قال لمن يتعب في السفر. فربما الله سبحانه وتعالى نظر لفلسفة اخرى واحكام اخرى التي تمنع المسافر من ان يصوم. والعلة اذا لم تذكر ما يجوز ان احنا نبين العلة من كيفنا، هذا مو حكم منصوص العلة. يعني لو قال نص العلة يقول لا تصوموا في السفر لأنه مشقة، يقول نعم لأنه مشقة ذكرت العلة، فإذا كان مو مشقة ما يهم. لا، لم تذكر المشقة لا في الأحاديث ولا في القرآن الكريم، ذكر السفر بعنوانه كسفر. فالدعوة أن السفر هذه الأيام مو متعب أو غيره هذه مو تامة، والبناء أن المسافر لا يصح منه الصوم إلا أن ينوي إقامة 10 أيام. مسألة 466 يقول الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم. في بعض المناطق يقول يجوز بالصلاة أن يصلي قصرا أو تماما، كما في المسجد الحرام مثلا أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو في حرم الإمام الحسين أو في مسجد الكوفة، أي 4 مناطق تذكر. والأستاذ كان الإنسان في تلك المناطق هو مسافر وفي هذه الأماكن صلاته هنا ممكن يصلي تمام، يقدر يصوم أيضا الصلاة والصوم يكون لهم حكم واحد؟ يقول لا، لأنه مسافر يجب عليه هنا الإفطار ولا يصح منه الصوم. مسألة 467 يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة. هنا جواز الإفطار متى يكون للمسافر؟ أولا المسافر المسافة التي يخرج من المدينة هي حوالي 45 كيلومتر ذهابا وإيابا، يعني إذا كان الطريق مستقيم 22.5 كيلومتر ذهابا و 22 كيلومتر من يرجع يصير حوالي 45، بس أحيانا طريق ملتوي دائري ويذهب من طريق طويل ثم يرجع من طريق قصير، هذا الطريق القصير يكون أقل 15 كيلومتر الرجوع، ولكن الذهاب 30 كيلومتر. يقول إذا كان مجموع الذهاب والرجوع 45 كيلومتر تقريبا على اختلاف جزئي، بعضهم يقول 44.5، على كل حال هالحدود، هذا هنا يعتبر سفر. من أين يحسب مكان السفر؟ يقول من خارج المدينة، على رأي أن المدن الكبرى هي مدينة واحدة، فخارج المدينة الكبيرة بعد حدود المدينة يقول تنتهي، إذا انتهت حدود المدينة يبدأ حساب السفر من هناك. حد الترخص الذي ذكره الذي يعتبر فيه جواز الإفطار هو حينما يكون في مكان بعد معالم البيوت مو واضحة، بعض الروايات يقول أذان المدينة ما يسمع، إذا كان هناك أذان في مسجد على حدود المدينة أذان المسجد ما يسمع، بعضهم يقدر حدود الكيلومترين، إذا طلع من حدود المدينة بكيلومترين أو 3 كيلومترات لنفترض يجوز له أن يبدأ بالإفطار. يعني إذا هو ناوي السفر خارج مدينته ما يحتاج أن ينتظر إلى أن يكمل 22.5 كيلومتر بعدين يفطر، وما دام ناوي السفر وخرج من المدينة بنية السفر
مجرد أن يتجاوز حد الترخص اللي قلنا كيلومترين أو ثلاثة هناك يستطيع أن يفطر وبالنتيجة راح يكمل سفره ويستمر في سفره. مسألة 468 يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوما وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص وعليه قضاؤه. سنان من يجب عليه الإفطار إذا سافر قبل الزوال قبل الظهر، ولكن لو بقي في مدينته إلى بعد الزوال بعد وقت صلاة الظهر وسافر باقي الوقت يجب عليه الصيام على الأحوط. يبدو هنا الاحتياط وجوبي أنه يبقى ويكتفي به. اللي يريد يسافر وما يفطر المفروض أنه بعد أذان الظهر من يتم وقت الزوال يسافر وصومه صحيح ويكتفي به. بقي الذي يسافر قبل الزوال مضطر أنه ساعة 9 الصبح 10 الصبح 11 الصبح يسافر قبل زوال الشمس، هنا يقول يجب عليه الإفطار ويقضي ذلك اليوم. سذكر مسألة يقول وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل، كان هذا رأي للمرحوم السيد الخوي قدس سره، يقول أن السفر صباحا الذي يجب فيه الإفطار قبل الظهر إذا كان ناويا للسفر من الليل، يعني أنا من أول الليل من نص الليل إلى قبل الفجر أنا نويت أنه أريد بكرة ساعة 9 10 ساعة 11 قبل الظهر راح أسافر، عندي شغل وأريد أسافر. فإذا نوى السفر قبل الفجر هنا هذا السفر يجب فيه الإفطار. أما إذا ما كان ناوي السفر كان ناوي باقي في مدينته صباحا خابروا من مدينة أخرى عندهم شغل ضروري أو تاجر عنده عمل تجاري ضروري وقرر على السفر صباحا ساعة 10 الصبح قرر يسافر، هنا على رأي المرحوم السيد الخوي يقول أنه لا يفطر لأنه لم يبيت النية من المساء. أما على رأي السيد السيستاني ومراجع آخرين يقول حتى إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص، قلنا الإفطار بعد كيلومترين أو ثلاثة من حدود المدينة اللي سميناه فقهياً حد الترخص. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.